حكم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره؟ أجمعت الأمة على أن زيارة مسجد رسول الله وزيارة قبر رسول الله من أعظم القربات وأجلها، هذا إجماع. وأحب هنا أن أضع بين قوسين مسألة علمية من المهم أن نعلمها بالمناسبة. الإجماع إذا تم فالمسألة التي تم فيها الإجماع لا يجوز أن يقع فيها خلاف. مسألة من المسائل أجمعت الأمة على حكم معين فيها، بعد حين، بعد 100 سنة، هل يجوز لنا أن نحدث فيها خلافا؟ لا. ولا ما معنى الإجماع؟ قيمة الإجماع أنها أغلقت باب الاجتهاد في هذا الموضوع. نعم. فالإجماع ثبت في عصر الصحابة، واستمر هذا الإجماع في عصر التابعين وفي عصر تابعي التابعين ومن بعدهم. صحيح وقع فيما بعد خلاف سنذكره الآن، لكن لا قيمة لهذا الخلاف، لأن ما تم الإجماع عليه لا يجوز إلحاق خلاف فيه فيما بعد. شيخ الحقائق.